انا قلت لك ان انا اشتريت موضوع رايان موسم ده، انا كنت بشتري لما كان بيكسب ايام ولفرهامبتون، انما النهارده لا ما اشتريتش يا اسطى. عايز تغيره غيره، بس ده اللي في يروح يجيب لك مدرب محترم، وانا عادي يابا اشتريت. ليه بقى؟ لان بعد رحيل هاري كين المؤكد بنسبه تتجاوز 90% بعد ما قدم طلب رسمي لاداره توتنهام بالرحيل، فدي نهايه مشروع، حرفيا نهايه مشروع هاري كين ونهايه مشروع موريسي بوتشيتينو. وقتها بقى هنشوف الدنيا في توتنهام رايحه فين. صعدوا السنه دي اوروبا ليج خير وبركه، صعدوا كاس المؤتمر او بطوله الرئيس او البطوله الجديده اللي الويف عايز يعملها خير وبركه، ما صعدوش اوروبا برضه خير وبركه. الموضوع بالنسبه للفريق واضح ان هو محتاجين كلام كتير، ومحتاجين ان داني ليفي يصرف في الماركات. فخساره توتنهام النهارده قدام استون فيلا ما كانتش حاجه مفاجاه كبيره جدا بالنسبه ليا. اللي كان مفاجاه كبيره بالنسبه ليا ان ابو صلاح اخلاقه تبقى عاليه للدرجه دي. قالوا له هاري كين ما سجلش، قال لك وانا كمان مش هسجل لحد ما يبقى اخر اسبوع كده. احنا بنلعب كريستال بالاس وهم بيلعبوا ليستر، نخلي المنافسه على اشدها. ويا سلام بقى لو هو جاب لنا جولين ثلاثه في ليستر كده، وانا جبت ثلاثه اربعه هنا في كريستال بالاس، عادي الحياه تبقى حلوه وهتبقى منافسه على اروع. لا شفت ماتش اهو، بس بيلبسونا احنا فينالدوم، يعني بيحط فينالدوم جوه الملعب كده بيقول لبرشلونه ها عايز تشتري اشتريه اهو اهو بخير اهو يا عم بخير، هو قادر يمشي يابا يا عم اتنيلوا بقى ما تبطلوا هاري. انتوا بتكسبوا اساسا بقوه الثلاثي اللي قدام، اما خط النص وخط الدفاع فيوم ما تياجو الكانتارا ما بدا ينطق فابينيو بدا يقع، اللي هو ايه يا جماعه في ايه؟ يعني ربنا مش كاتب لنا ان احنا نلاقي اتنين في نص الملعب فايقين؟ لا الاتنين دايما بيكونوا واقعين، واحد بس اللي بيكون فايق. الاول كان فابينيو، دلوقتي بقى تياجو الكانتارا. ليه؟ فابينيو الراجل عامل حسابه بعد الدقيقه 60 يورجن كلوب هيقول لي ارجع العب مساك، يبقى انا اتعب نفسي ليه ال 60 دقيقه دول؟ ما انا اركز في ال 30 دقيقه اللي هرجع العبهم مساك. بص هو ليفربول لو عاد دوري الابطال السنه دي وراح بكل سلامه كده لدوري الابطال معانا يبقى خير وبركه، وقتها بقى محتاجين ميركاتو محترم. ميركاتو محترم تتخلص فيه نوعا ما من فكره واحد من الثلاثه اللي قدام، لانك بنسبه كبيره جدا ثلاثيه صلاح وماني وفيرمينيو استمرارها هيكون بدون جدوى، فانت اخلص من واحد فيهم. ويا ريت تخلص من ماني، لان ماني بيقدم موسم سيء، وواضح ان تجربه ماني مع ليفربول جابت اخرها. انما صلاح الموضوع صعب، مش عشان ابن بلدي، لا علشان هو هداف الفريق حتى وانت في اسوء حالاتك. حتى وليفربول النهارده مش شايف جوه الملعب محمد صلاح بيروح بانطلاقاته وبسرعاته على المرمى، بيضيع، بس الراجل بيخلق الفرص لنفسه زيه زي تيمو فيرنر امبارح بالظبط. شيل تيمو فيرنر وشيل صلاح من الملعب هتلاقي ان الفرص اللي بيتم اهدارها دي ما تبقاش موجودة اساسا. ليه؟ لانها صناعة من لاعب نفسه، لاعب بيمتلك قدرات غير عادية. انما لو بصيت على موسم ماني فلا يا معلم اخلص منه وانت مغمض. اما فيرمينيو ففيرمينيو النهارده وعز ما الفريق مضغوط وعز ما شون دايش تقريبا نسي الكرة بتاعته اللي هي بالونات اللي كان بيطولها دي، لا النهارده بيلعب كورة وبيرن اللي بيلعب، وبتلاقي ان كرة ايد ورجل بالطب تيجي المي وهو قدام اليسون اللي هو فين يا جماعة خط الدفاع اللي قدام ده؟ بيعملوا ايه يا جماعة؟ سيبهم بقى لحد ما فان دايك ما يرجع بالسلامه. وبعدين عايز ايه كمان؟ ما الراجل مساك فيليبس ده امن لك بالهدف الثاني في كره ركنيه، وكمان شايل الكره مع خط المرمى، بس ده ما يمنعش ان هو مساك سيء علشان خاطر شامبرلين ينزل مكان الشهيد رونالدوم ويسجل الهدف الثالث وليفربول يطلع بالثلاث نقاط ويأمن بنسبه كبيره جدا على الصعود لدوري ابطال اوروبا في انتظار مباراه كريستال بالاس اللي هتكون المباراه الختاميه لليفربول. اتوقع ان لسه سيتي بعد اللي قدمه توتنهام النهارده هيكسب توتنهام، اما ليفربول فقدام كريستال بالاس، فماتشات ليفربول الايام دي مبقتش مضمونه بصراحه. يعني هم الثلاثي الهجومي صلاح هيكون موفق ولا مش موفق، ساديو ماني هيحاول يرجع من الغيبه اللي هو فيها، فيرمينيو هيكمل بالمستوى اللي هو قدمه النهارده والهدف اللي احرزه، ولا تشامبرلين هيلعب اساس المباراه الجايه وهيبيع لنا فكره انه والله فيرالدو مش هيشيل من الملعب تاني. بص انا بتمنى ان ليفربول يكسب الماتش الجاي، انا نفسي ليفربول يصعد دوري الابطال عشان ما يقعدش يقرفني في الدوري زي ما انا قلت لك السنه الجايه، يعني مش فكره حب في ليفربول ولا اي حاجه. لو الكلام بتاعي لسه بيصدمك برضه فصديقك مشجع تشيلسي، مشجع تشيلسي، انا مشجع مانشستر سيتي، صدق الواحد نسي. بص يا صديقي احنا بنشجع نادي جديد وعلى باب الله وما عندناش تاريخ وزيرو والكلام ده، بس لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اشترك في الكومنتات وقول لي طب ده ما تعملش فيديوهات ثانيه، قول اللي انت عايزه يا صديقي. انت بتحمل فينالدوم مباراه كامله، واوقات بتحمله 60 دقيقه، واوقات ثانيه بتحمله ماتشات كامله ما بتغيرش، فالله يكون في عونك. عايز تقول لي اي حاجه قلت انا متقبلها منك عادي.